السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا حبايب، علشان تريحوا نفسكم في قصة الدعم، علشان خاطر في ناس شغلة نفسها بالموضوع ده، بيقول لك الداعمين ما بيدعموناش ليه. الداعمين دول بينقسموا إلى عدة أقسام. خد عندك القسم الأول الغسيل، وانت طبعا حضرتك ما بتعرفش تغسل. القسم الثاني اللي بيدعم البنات علشان خاطر عاوزهم عشان يوصل ليهم. التالت بيدعم عشان خاطر عاوز يتشهر ويتشاف، بيروح اللايفات العالية المشهورة ويرمي دعم عشان الناس تشوف فلان، زي اللي بينجط في فرح كده او في كباريه، وعاوز يوري نفسه انا هنا اهو، تعالوا شوفوني انا بدعم اهو. تمام. القسم اللي بعد كده اللي بيدعم علشان خاطر يفتح بعد كده لايفات، وده بيحصل كتير الايام دي، اللي هو يقعد يدعم المشاهير يدعم المشاهير، وفي الاخر يقول لهم ايه، طلعوني معاكم انا دعمتكم انا، والناس بتبتدي تعرفه ويطلع. القسم اللي بعد كده اللي بيدعم محبة، وده قليل، اللي هو يعني ممكن يشوفك يحبك يحب محتواك، وده بيكون برضو للمشاهير. الصفحات القليلة لسه ما اتشافتش وما اتعرفتش، يعني ما فيش ايه يعني محبة هيحبك عليه وانت لسه اصلا ما قدمتش حاجة، فخلي بالك. القسم الاخير اللي بيدعم لوجه الله، وده قليل 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 جدا، يعني انت ممكن تشوف اللايف بتاعك يعدي عندك ليفل 50 وليفل 40 و30 وليفلات كتيرة وما تدعمكش، رغم انه بيعدي اللايف اللي بعدك وبيرمي له بالعشرة اسود والعشرين اسد والمية اسد، ويجي عندك يستخسر فيك يرمي حوت او حتى وردة. ليه؟ لان انت مش على هواه، مش انت اللي هيدعمك. فانا بقول لك يا صاحبي، ما تقعدش كل ما يعدي ليفل قدامك 40 ولا 50 ولا 30 تقعد تهيص وترحب وارحب يا ليفل، وهو اصلا مش عامل لك اي اهتمام. هو لو عاوز يدعمك هيدعمك من غير ما ترحب بيه وتعمل له هيصه. فبلاش يعني نقل من قيمتنا ومن نفسنا، كل ما يعدي ليفل نعمل هيصه ونعمل فرح، والليفل عدى وهو معدي عادي، يعني هو بيقلب كده فالليفل بيعدي، هو مش قاصد داخل لك انت مخصوص، لا هو بيلف كده في التيك توك الليفل بتاعه بيظهر، هو مش داخل لك انت عشان يدعمك. الامام الحسن البصري قال ايه؟ علمت ان رزقي لا ياخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت ان عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت ان الله مطلع علي فاستحييت ان يراني على معصيه، وعلمت ان الموت ينتظرني فاعددت الزاد للقاء الله سبحانه وتعالى. فانت خلي عندك عزه نفس، واطلبوا الاشياء بعزه نفس، فان الامور تجري بمقادير. ما تقعدش تهيص للداعم وتطبل له وارحب يا ليفل كذا وتعالى يا ليفل مش عارف ايه، رزقك هتاخده والداعم بيدعم اللي هو عاوزه وعلى مزاجه. التهيص والتطبيل اللي انت بتعمله مش بينفع، هو لو عاوز يدعمك هيدعمك، ولو انت مش في دماغه والله ما تتقلب له قرد ما هيدعمك. فهمتوا يا حبايب؟ انا حبيت اقول ايه، ما تزعلوش مني، بس انا دي نصيحة انا بقدمها ليكم. ويا عم بعد ما يدعمك الداعم ابقى رحب بيه وقول له ارحب بيك واهلا وسهلا وشرفتنا ونورتنا وكفو منك، بس رحب بيه بعد ما يدعمك، ما ترحبش بيه قبل ما يدعمك، علشان دي فيها يعني إهانة للنفس. ربنا يبارك فيكم وجزاكم الله خير.